في يوم واحد وبقدرة إلهية تحولت تركيا من أقوى بلد في المنطقة إلى بلد مهجور، حيث وصل ضحايا الزلزال إلى أكثر من 12 ألف إنسان في كل من تركيا وسوريا، وشرد أعداد لا تحصى في ظل هذا البرد القارس، حيث هناك العديد والعديد من المشاهير من توفوا تحت ركام منازلهم رحمهم الله. ستشاهدون في هذا الفيديو مشاهير تركيا الذين توفوا بسبب الزلزال. ستبكي على هذا الممثل الذي حتما ستنصدم من وفاته. إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله، لنبدأ الفيديو. أركان بيتيكايا. أقارب زوجتي ديدام تحت الأنقاض ولا يمكننا الوصول إليهم. الرجاء المساعدة ونشر أسماء المفقودين وعناوينهم. شاغريشي تاناك. استغاث الممثل التركي شاغريشي تاناك الذي اشتهر عربيا بدور فريد في مسلسل أنت أطرق بابي بالقوات التركية للبحث عن والدته تحت الأنقاض. وكتب شاغريشي تاناك عبر حسابه على تويتر كاشفا أن والدته تعيش في منطقة كهرمان مرعش التي ضربها الزلزال أمس، ومن وقت الزلزال وهي مفقودة ولا يمكنه الاتصال معها، ويبدو أنها تحت الأنقاض. وحتى الآن لم يعلن شاغريشي تاناك أنه تم العثور على والدته، ولا يزال يستغيث للبحث عنها. وفاة زوجان لاعبان لكرة الطائرة. فقد الزوجان بيتول تشوبان شاكير وبيدرتين شاكير حياتهما في الزلزال، حيث لقيت بيتول كوبان شاكير البالغة من العمر 27 عاما وزوجها لاعب كرة الطائرة بيدرتين شاكير حياتهما في الزلزال الذي ضرب مدينة كهرمان مرعش رحمهم الله. هالوك ليفنت. شارك المغني التركي الشهير هالوك ليفنت الأخبار المريرة حول وفاة ابن عمه الذي كان تحت الأنقاض، حيث صرح عبر منشور في حسابه أن ابن عمه جوفين دومباك كان محاصرا تحت الأنقاض وتوفي فورا. وقال ليفنت في رسالته: لقد دفن ابن عمي الصغير جوفين دومباك تحت الأنقاض ولم أستطع الهروب. اليوتيوبر التركي الشهير طه ديماز. دفن طه تحت الأنقاض مع عائلته، حيث قامت شقيقته سميحة ديماز بنشر مشاركات على الإنستغرام لتطلب من الناس المساعدة لأن جثتهم إلى الآن ما زالت تحت الأنقاض. وقالت سميحة ديماز إن طه ديماز ووالدتها تعرضا لزلزال أثناء زيارتهما لأقاربهما، وقالت: لا أعرف العنوان بالضبط ولا أستطيع وصف ذلك، هم بالقرب من منطقة بيتونسان، الرجاء المساعدة. قالت سميحة ديماز التي طلبت من الجميع الصلاة: حان الوقت الآن، لا يوجد أخبار حتى الآن، لا يمكننا الوصول إليهم، يا رب امنحني الصبر، لا أستطيع الرد على المشاركات الفردية وآمل أن تأتي الأخبار السارة. الممثل حاج علي كونوك. تحدث الممثل المسرحي حاج علي كونوك الذي كان في ملاطية خلال الزلزال الثاني عن تجاربه من خلال الاتصال بالبث المباشر لقناة CNN ترك، وقال: لقد جربنا اهتزازا قويا للغاية. وقال أيضا: انهارت 10 مباني أمام عيني، أنا حقا آسف، لا أعتقد أن هذا كان هزة ارتدادية، كان لدينا ارتجاج قوي جدا، انهارت 10 مباني أمام عيني دفعة واحدة، نحن حقا مكتئبون. أوغور أصلان. حيث نشر بطل مسلسل التركي نور أوغور منشور يستنجد فيه قائلا: ما يقارب من نصف عائلتي تحت الأنقاض في هاتاي، وكل الناجين الآخرين يقولون أن لا أحد يساعدنا، لماذا؟ ميليسيا باموك.
حيث نشرت الممثلة وعارضة الأزياء التركية ميليسيا منشورا تستنجد فيه وتقول أن جدتها لا تستطيع المشي، إنها مريضة وهي عالقة في المبنى مع خالتي. هل يوجد أحد في المنطقة يمكنه المساعدة؟ بينار دينيز تستنجد. حيث نشرت الممثلة التركية بينار دينيز منشورا تستنجد فيه المساعدة في إنقاذ عائلتها، حيث تقول أصدقائي وعائلتهم تحت الأنقاض، لا أستطيع الوصول لهم أو معرفة أي أخبار عنهم في هاتاي. الأبرياء هم من يدفعون الثمن، يا له من ألم، الله لن يترك أحدا عاجزا. سارتان أركتسان. نشر سارتان منشورا يبكي فيه عن خالته التي توفيت تحت الأنقاض، حيث قال خالتي العزيزة، أمي الثانية، سأتذكرك دائما بهذه الابتسامة. الشيف بوراك. وظهر الشيف بوراك في الفيديو وهو يبكي بحزن شديد ويطلب سرعة تقديم المساعدة للمواطنين في تركيا، وأنهم لا يستطيعون فعل أي شيء، الكثير منهم لا يزالون تحت الأنقاض ولا يستطيعون فعل شيء في هذا الوضع الكارثي الذي تمر به تركيا. أحمد أيوب تركسلان. أعلن نادي يعني مالاتيا سبور عن انقطاع الاتصال مع أحمد أيوب تركسلان بعد انهيار المبنى الذي يقطن فيه، ولا تزال عمليات البحث عنه جارية، لتؤكد التقارير التركية أن الحارس عثر على جثته مفارقا للحياة. وكان الزلزال بقوة 7.8 درجات على مقياس ريختر قد ضرب تركيا وشمال سوريا، وأسفر عن سقوط عدد كبير بين قتيل وجريح، مدبرا مئات المباني، وشعر به سكان الدول المحيطة الأردن وفلسطين ومصر ولبنان وقبرص. الممثل التركي ميرت فرات. تحرك الممثل ميرت فرات من أجل المواطنين في المنطقة الكارثة وقال أقاربي تحت الأنقاض أيضا، أرجوكم ساعدونا، وأعددت حزمة مساعدات لتسليمها للضحايا. تانر كهريمان. قالت جوركان فرحات أغلو مدرب نادي مافانجات بليدي سبور في بيان إنه حزين لخسارة لاعب كرة القدم السابق تانار كهرمان في كارثة الزلزال، مذكرا أن كهرمان لعب لفريقه في بداية الموسم. وقال فرحات أغلو لقد كان تانر لاعبا أخلاقيا ومهذبا للغاية، فقدنا رياضيا وأتمنى رحمة الله، وأتمنى الصبر لأسرته وأقاربه. الفنان عزيز طشتان. حيث لقي فنان الموسيقى الشعبية التركية الذي يعيش في أديامان حياته في زلزال كهرمان مرعش الذي ضرب 10 مقاطعات مع زوجته وابنتيه رحمهم الله. الممثلة التركية جيبس أوزوي. حيث صرحت في منشور لها وقالت أخواتنا وخالاتنا وأعمامنا وأطفالنا الذين لا يمكن لمسهم رغم أن أصواتهم سمعت من تحت الأنقاض، الأمهات والآباء والأجداد الذين أرادوا تحطيم الأحجار والخرسانة بأيديهم رغم أن أصوات الأحفاد أبنائهم سمعت من تحت الأنقاض، أعتذر لكم عن هذا اليأس المؤلم، أعتذر عن عدم الاستماع إلى العلماء مسبقاً لأننا لم نكن مستعدين والقوة البشرية لم تكن كافية، لا أعرف كيف أتغلب على هذا الألم. اللاعبين محمد وإيميكان كوجاباش. جاءت الأخبار الأليمة بوفاة لاعبي كرة الطائرة للفريق الوطني التركي من بلدية مالاتيا الكبرى، وهو إيميكان كوجاباش ومحمد جان أجيرباش الذين كانوا تحت الأنقاض في مالاتيا، حيث توفي إيميكان كوجاباش الذي لعب في بلدية مالاتيا الكبرى بعد أن ضربها الزلزال، وهو في عمر 25 سنة من عمره رحمه الله.
ومحمد أيضا توفي وهو في عمر 28 سنة رحمهم الله. سيرين سيرينجيل. نشرت المغنية والمذيعة التركية سيرين خبر تعرض صديقتها للزلزال هي وعائلتها، وهي عائلة رجل الأعمال التركي الكبير مصطفى تهمنين، حيث أن عائلته كلها تحت الأنقاض، منها والده ووالدته، إلا أنه وبعد مدة تم إخراجهما وتوفيت الأم التي انتشلت من تحت الأنقاض متأثرة بنزيف داخلي، رحمها الله. شيفال سام. حيث نشرت الممثلة والمغنية التركية شيفال تستنجد وتطلب المساعدة قائلة: نحاول الوصول لصديق من طاقم مسلسل التفاح الحرام، الرجاء مساعدتنا. أحمد دوفري أوغلو. توفيت جدة لاعب كرة السلة التركي الشهير أحمد دوفري أوغلو تحت حطام الزلزال، حيث صرح ناديه وقال: لقد علمنا ببالغ الحزن أن الجدة الغالية لرياضينا أحمد دوفري أوغلو فقدت حياتها بعد الزلزال الذي وقع في مالاتيا، ونأمل أن يتم إنقاذ ابن عمها نيلاي إيدوغان الذي لا يزال تحت الأنقاض في أسرع وقت ممكن. اللاعب الغاني كريستيان واتسو. ذكرت وسائل إعلام تركية أنه تم انتشال اللاعب الغاني كريستيان واتسو من تحت الأنقاض، وأوضحت الصحيفة أنه تم انتشال لاعب تشيلسي نيوكاسل السابق وهو على قيد الحياة، مشيرة إلى أنه تم نقله إلى المستشفى، وأشارت إلى أنه تم إطلاق عمليات بحث واسعة لانتشال لاعب هاتاي سبورت التركي، مبينة أن عدد من المقربين من الدول الغاني أكدوا أنه تم نقله إلى المستشفى وأنه بحالة جيدة. لا أريد إعجاب ولا اشتراك، أريد منك فقط أن تصلي على خير الأنام حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نريد أن نجمع أكبر عدد من التعليقات للصلاة على خير الأنام حبيبنا محمد.